وحلقات مهمة جدا مع دكتورة منة الله حسام حجازي، أخصائي الصحة العامة والتغذية العلاجية. أهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. طبعا عندي برد، بس يعني يعني وقاية للناحية، حاول اعمل انا وقاية. والجزء بتاعنا يعني الصحة العامة لازم تبقى وقاية، والجزء بتاعنا انشر الفيروس. بس شكرا جدا والله، مجهود يعني رائع. ربنا يسترها عليكي. احنا طبعا لازم نسجل حاجات جميله، انت عامله مجموعه قصصيه جميله قوي، واستعملتي مع الاطفال فطلعت الحاجتين دول، المجموعه القصصيه والشكاوى او المحاضرات اللي ممكن توعي بيها الاطفال وامهاتهم طبعا. بالظبط. طيب ايه الملابسات بقى بتاعت المجموعه، وليه فكرتي في القصه دي؟ يعني قصه التوعيه دي هل مهمة عندك؟ هل هي يعني باشن زي ما بيقولوا كده؟ بالظبط. انا الصحه العامه اصلا التخصص ده يعني مش كومن انك تلاقي الدكاتره واخدين تخصص تهواه أو الصحه تحبه؟ العامه. أه بالظبط بالظبط. انا الحقيقه بحبه جدا، لان انا بحب فكره نشر العلم للناس، لان عندي يعني مبدا اكيد عند كل الوقايه خير من العلاج ده. بس انا فعلا يعني ببقى نفسي الناس ما تعيش، ده حقيقي، بالذات انه في حاجات بسيطه جدا لو التزمنا بيها في حياتنا هنمنع كم هائل من المخاطر والامراض اللي بتيجي بس من غلطات بسيطه ممكن نكون بس نجهلها يعني. طبعا. وعلى فكره ايام كورونا مثلا ظهر قوي دور الصحة البابليك العامة هيلث او الصحه بالظبط. العامه، اللي هو هناخد كذا، هنغسل ايدينا، هنبتعد، يعني كلها اجراءات بالظبط. مرتبطه، غير بقى الابحاث وغير التطعيمات الأبحاث طبعا والإحصائيات اللي كانت شغالة وكل بالظبط حاجة كانت بترايل اند ايرور على ما اكتشفنا الطريقة الصح اللي احنا نعالج بيها المرض ونتعامل معاه يعني. بالظبط. دي تجربه اثبتت فعلا احتياجنا للصحه العامه بشكل متكامل يعني. بالظبط. طيب القصة بقى بتاعت المجموعة القصصية احنا طبعا مش هنتكلم عليها صراحة في الحلقة ان شاء الله، دي لازم يعني نطرحها. وانت برضو شفتي شكاوى كتير عند بعض الامهات او عند بعض الولاد والامهات بياخدوها بتهاون شوية. هي طبعا لغة الحوار بين الأم والطفل كتير بتبقى ما فيهاش نوع من النقاش، بيبقى جدل كده اه رايح ناحية الخناقة أكتر صح يعني. صح فأنا في هدفي من القصص إن الطفل يتعلم. أنا عندي قناعة جديدة إن العلم ممكن يغير عادات يعني كم هائل من العادات الخاطئة، بس بأسلوب مناسب لحد مناسب معين. لسن. طبعا كل سن ليه أسلوب الكلام اللي يناسبه ويوصله المعلومة يعني. طبعا طبعا فانا طبعا مع الاطفال اتكلمت معاهم بصوره بسيطه جدا وفيها نوع من التفاعل والشغف اني يعني افكر مع القصه وكده، بحيث ان هو في الاخر اوصل للتارجت بتاعي ان الطفل يطلع من القصه عارف ازاي اكل صح وايه ومحتاج اكل صح ليه، ويمكن اشجع اللي حواليا كمان ان هم يطلعوا بالنتيجه دي. واعتقد الام والاب برضه هيتعلموا. بالظبط. طيب اسمعوا الحلقات جميله قوي ان شاء الله، فيها معلومات جديده، وفي نفس الوقت الاسلوب بتاع دكتوره منى مختلف. هتتبسطوا قوي لما تسمعوا الحلقات، ومنتظرين اسئلتكم واستفساراتكم على صفحه البرنامج على الفيسبوك.